بسم الله الرحمن الرحيم، شركة عرب جروب. النهاردة بنجرب الماكينة اللي هي ديسكي ميل على الفحم النشط المستخدم في فلاتر المياه. طبعا هو بيجي طيبات بالشكل ده. طبعا معانا الباشمهندس العميل اللي جاي يجرب المكنة، فالنهاردة احنا هنجرب الطحن الفحم. طبعا الباشمهندس عاوزه ناعم، عاوزه بودر. طبعا احنا هنحط ال اتفضل يا باشمهندس، فضي بس كفايه يا باشمهندس، كفايه فضي شويه كمان. تمام يا باشمهندس، هنوصل الكهرباء. طبعا احنا وصلنا الكهرباء دلوقتي، هنبدا نفتح وننزل. رايح عشان تمشي يا احمد. ها على الهادي، على الهادي. خلي بالك التنفيسه جايه من هنا من الشطاره. كمل كمل يا احمد، كمل كمل كمل. هنفتح دلوقتي ونبص على شغل الفحم اللي طالع. طبعا طلع دقيق بودر. ايه رايك يا باشمهندس؟ مظبوط؟ تمام. عجبك؟ تمام. تسلم. تمام. طبعا زي ما احنا شايفين، طبعا دي شكاره. طبعا احمد طلع لك اهو منه. زي ما احنا شايفين طلع بودر ناعم، دقيق، نقل من الدقيق كمان. شركة عرب جروب، يا ريت تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو.